بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم عمر سليم. هنتكلم النهارده شويه عن البيم. احنا قبل كده قلنا ايه هو البيم، وشفنا بعض البرامج زي الريفت، زي الاركيكاد، زي سوليد وورك، زي تيكلا، في برامج كتير جدا. بس خلينا نتكلم بواقعيه كده، برضو في حلقه مفقوده كده، انا ما استفدتش بمزايا البيم 100%، مش المزايا اللي احنا وعدنا بيها. ليه دلوقتي انت كمهندس موقع بتستفاد من البيم ازاي؟ هو فكره شكل كتير اتحلت في قلب المكتب. طيب انت عايز تبدا تشوف المشاريع وتبدا تشوف الحاجات ديت، ممكن يكون ما عندكش نت، فلازم يبقى في برامج او اسلوب بحيث ان الراجل اللي هو في الموقع يبقى يقدر يتبادل المعلومه مع الراجل اللي هو في المكتب في نفس الوقت، واقدر في معلومات اخدها من الموقع اديها لبتاع المكتب تلقائيا. تمام؟ فهل الريفت ممكن يعمل لي كده؟ الريفت هيطبعها لي ورقه واخدها معايا. طب اقدر في جزء معين في الورقه دي عايز اشوفها، فيها سيكشن فهشوفها ازاي. فلذلك في بعض البرامج من كذا شركه بشركه واحده. احنا النهارده هناخد نموذج اللي هو بيم 360، ده من اوتوديسك. في شويه حزمه برامج، كذا برنامج مش برنامج واحد، بيشتغلوا على الايباد. تمام؟ وهنبدا نشغل الايباد على الكمبيوتر ونشوف ايه اللي بيحصل. تمام؟ في بيم 360 تيم عشان نتبادل المعلومات مع بعض، في بيم 360 دوكمنت بحيث عايز تتبادل الملفات 2D و3D، وبيبقى مش مجرد بس مساحة فيها الملفات، مش جوجل درايف، لا ده بيتفاعلوا مع بعض، ومثلا دي عند مين، واقول مثلا الملحوظ دي حدثالي، وفجله تحذيرات او تنبيهات لان في حاجة مطلوبة منك. في بيم 360 جلو، وده اللي هنقف معه كتير، وعامل زي جزء من نفس وركس اللي هو حل الكلاشات، بس مسته هنا عن النفس وركس ان الموضوع بقى اونلاين. ممكن اقول للراجل افتح الجهاز عندك، واللي انا اعمل عليه زوم يحصل عنده زوم في نفس الوقت. انا موجود في السايت على التابلت، بقدر اشوف الكلاشات وحل الكلاشات. فبرنامج اقوى بكتير من نفس وركس في حته حل الكلاشات، لانه اكثر واقعيه بالنسبه للموقع. تمام؟ في بيم 360 لي اوت، ده على اساس ان انت تحدد الاماكن بتاعتك مع البرامج اللي هي بتاعه تحديد الاماكن اكس واي وزد، توتال ستيشن والحاجات ديت، بحيث تعرف ان المكان ده هو انت واقف فين بالظبط. في بيم 360 فيلد، ده لما تيجي تقفل بقى المشروع بتبدا تشوف بقى، بتمسك الايباد وتبص كده على المكان، هل في حاجه ناقصه، هل في حاجه ما اتعملتش صح، وتعمل تنبيه للموضوع دوت وتبعته للموقع. ممكن لو جات لك مكنه جديده وفيها باركود، بتروح معرض الباركود ده للايباد، فياخد المعلومات كلها ويبعتها للموديل اللي موجود في الريفت، يتعمل له ابديت، ياخد المعلومه ان المكنه دي كام سي اف ام، كام كذا، ايه المعلومات اللي فيها، فيبدا يحدث الموديل ويخليه في معلومات اكتر. في بيم 360 بلين، ده بيعمل ايه؟ ده بيبقى عامل زي البرافيرا، تنظيم للمواعيد، بقول في شهر كذا المفروض ايه اللي هيحصل، المهام لحق خلصت ازاي، اعمل عليها كومبليت او في حاجه لسه ما خلصتش. وكل اللي احنا اتكلمنا فيه دوت انا بقول بس نبذه هو بيعمل ايه، بس هو جواه في حاجات تفاصيل اكتر تعمق في البيم. يعني هو مش مجرد جوجل درايف، لا ده هو بيبقى كل حاجه بتوصلها بحاجه. يعني مثلا لو انا في مكنه لقيتها مش موجوده، بروح عامل عليها تشيك وابدا اشوف كل الرسائل اللي جت، او انا بعت مثلا للشركه اللي هتبعت المنتج، بشوف الرسائل كلها في ساعتها، بشوف مواصفات الحاجات ديت، ببقى عارف مين المسؤول عن المكنه ديت، اقدر ابعت له رسائل. لو في حاجه مش مظبوطه في الموقع بقول بعت له الصورتين، صوره التصميم وصوره اللي موجوده في الموقع. فالموضوع كبير جدا جدا جدا. هل كده البيم انتهى؟ لا، حتى الان في حاجات نقدر نستفاد اكتر من البيم. يعني هو البيم نفذ في الخليج وفي الدول العربيه بصوره قاصره، ومع ذلك الناس حاسه بفايده. فما بالك بقى لما نطبق موضوع ان الموقع يبقى متفاعل مع المكتب، زي الحاجات التانية كتيرة هنقولها اول ما نخلص اللي هو البيم 360. اخوكم عمر سليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.